السؤال الثاني، هل يجوز لبنت الخالة كشف وجهها أمامي علما أنها رضعت 5 رضعات مع خالي؟ إذا كانت رضعت من أمك 5 رضعات فهي تكون، إذا كانت رضعت من جدتك، رضعت من جدتك أم أمك 5 رضعات فإنها تكون خالة لك وتكون أنت محرما لها. أما إذا كانت بنت خالتك لم ترضع 5 رضعات أو لم ترضع أصلا فإنها أجنبية منك، لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن يجوز لها أن تكشف لك عما يجب ستره. نعم.